وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة المحلل السياسي السوري السيد محمد ياسين النجار. أهلا بكم سيد محمد. بداية، مع تعويل الأمم المتحدة على أن يفضي مؤتمر سوتشي إلى نتائج إيجابية، تعلن المعارضة مقاطعتها للمؤتمر، كيف تقيم قرار المعارضة؟ المعارضة السورية حاولت وبكافة الوسائل والجهد من خلال جولة شملت الأمم المتحدة وشملت الدول الفاعلة بالملف السوري بالإضافة إلى روسيا أيضا، وكانت هذه اللقاءات تنحصر في إيجاد تصميمات واضحة من أن هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن جنيف، وأيضا أن يكون هذا المؤتمر قادرا على الوصول إلى نتائج بدون عمليات التفافية كما حصلت سابقا بالسنة. لذلك الواضح تماما أن هيئة التفاوض وأيضا القوى المعارضة اكتشفت أن هناك استحالة أو أن الأجوبة التي أعطيت لها ليست ضامنة للوصول إلى مؤتمر قادر على حل مشاكل الشعب السوري التي طال أمدها كثيرا. طيب، تقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تفيد أن أكثر من 10,000 شخص قتلوا في عام 2017، إلى أي مدى نرشح الرقم للزيادة مع خيار المعارضة بعدم الذهاب لسوتشي؟ الطرف الروسي وأيضا الأطراف الضامنة للنظام أيضا إيران تمارس أقصى أنواع العنف تجاه الشعب السوري، وخاصة لاحظنا تماما أنه بعد كل عملية التفافية يتم استخدام الأسلحة الكيميائية عندما يكون هناك رفض أو عدم إيجاد إجابات مطمئنة للمعارضة والشعب السوري أن هناك عملية انتقال سياسية وفق بيان جنيف 1 والقرار 2254. لذلك لا يوجد ضمانات حقيقية، ونلاحظ تماما ما حصل سابقا في مناطق أخرى في من حلب إلى دمشق. عمليات وقف التصعيد هي عمليات مؤقتة وتزيد وتنقص حسب الضغط على الثوار والشعب السوري للوصول إلى قرارات تكون تخدم النظام. سيد محمد، يعني قرار عدم حضور المعارضة لسوتشي مع حديث عن حضور تركي، إلى أي مدى ترى أن المعارضة بدأت تأخذ خطوات بعيدة عن تركيا إلى حد ما؟ نحن نقدر المواقف الشعب التركي والدولة التركية، هناك مواقف مشرفة، وحتى الآن أنا أظن أن العلاقة ما بين المعارضة السورية والدولة التركية علاقات وثيقة التواصل، ونلاحظ تماما من خلال سواء الائتلاف أو هيئة التفاوض، وخاصة عندما التقى السيد نصر حريري بالرئيس التركي. لكن هذه اللقاءات التركية بالبداية لا تمارس ضغطا على الثورة السورية للوصول إلى قرارات تكون غير مجدية للثوار، وهناك أنا أظن أن العلاقة مرشحة لمزيد من التطور، ولاحظنا ذلك سواء في عملية غزل الزيتون وأيضا في مناطق أخرى. طيب، ألا تخشى المعارضة يعني تبعات قرار عدم حضورها في ظل الأنباء التي تحدثت طبعا عن قصف على مناطق الوطة الشرقية المشمولة باتفاق خفض التصعيد كنوع من الرد الروسي؟ الرسائل التي وصلتنا من المناطق المحاصرة والتي تخضع لعمليات مساومة من قبل الروس والإيرانيين أنهم غير قابلين وغير موافقين على حضور سوتشي. هذا القرار الذي وصلت إليه المعارضة في الساعات الأخيرة في فيينا هو مبني على مطالب شعبية كانت تطالبهم منذ البداية، ولكن المعارضة السورية حاولت وبكافة الطرق السياسية التواصل مع المجتمع الدولي والاستماع لكافة وجهات النظر بالإضافة إلى التواصل مع الشارع السوري. النتيجة كانت أن هذا اللقاء هو كما يريدون من خلال الروس أنه لا يمكن النقاش حول الأسد، وأيضا سحب ملف الدستور إلى هيئة غير شرعية، من يناقش الدستور والشعب السوري وهيئات تكون منتخبة ومنبثقة. لذلك الأسماء المسربة حاليا للمدعوين تدل على عمليات خلل كبيرة لعمليات المدعوين وأيضا للجهة الراعية روسيا، ولاحظنا ذلك أيضا من خلال اللوجو الذي وضع على هذا المؤتمر. طيب، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي السوري سيد محمد ياسين النجار، شكرا لك.